الإطار ليس لديه مشروع حتى يدافع عنه، وين مشروعه اليوم؟ حتى هذه اللحظة مع الترشيح السوداني، ما هو مشروع الإطار في بناء العملية اليوم مع الوضع الحالي بالعراق، مع يعني الملفات الشائكة والمعقدة والمشاكل يعني التي يشيب لها الرأس من جميع الجهات وفي جميع المجالات، الطاقة، المياه، التصحر، يعني وملفات الفساد والسلاح المنفلت اللي يصير في موقع المسؤولية، ما نقول إلا الله يساعده، يعني شو راح يتحمل كل هذه الملفات؟ نعم. أقول اليوم الإطار اليوم وين مشروعه في هذه الملفات؟ وينه اليوم؟ رشح رئيس الوزراء، حتى رئيس الوزراء اليوم ما يقدر يتحدث اليوم عن مشروع. لذلك إحنا نقول إذا أراد الإطار اليوم أن يتجاوز هذه المرحلة، وخلي أقول شوية أكثر بلكي أقسو عليهم، بلكي أنه يفتهمون الموضوع زين، أن ينجو من هذه المرحلة، أن يسمع هذا الخطاب الوطني، أن يفهم أن سياساتهم اليوم التعنتية، سياساتهم الاستفزازية، سياساتهم من دون سماع حكمة الوطنيين والناس اللي ما يريدون من عندهم شيء، لا يريد من عندهم مناصب ولا يتملقون لهم، بس يريد يقول لهم يا بقى حفظوا العراق، حفظوا بسلام قبل ما تودوه إلى فوضى عارمة. فبياناتهم اليوم تدخل ضمن هذا التعنت حقيقة. طيب. أولا يجب على الإطار أن يفهم أن جمهور الصدر جمهور فاعل ومؤثر، وأن الصدر ما زال هو المحرك الأساسي في العملية السياسية، وأن قسم آخر كبير من الوطنيين يجب أن يشاركوا في هذه العملية السياسية حتى لو كانوا خارج البرلمان، حتى على الأقل يحفظون ماء وجههم.